لكن اللافت للنظر بأن هذه التظاهرات محدودة ولكنها مستمرة، تسبب حالة من الإزعاج لدى النظام الإيراني. قائد القوات الخاصة خرج ليتحدث عن عدم وجود أي نوع من الانتهاكات، برغم من أن المنظمات الحقوقية تتحدث وتشير إلى موت أكثر من 500 متظاهر جراء الأساليب الغير قانونية المتبعة من قبل السلطات في إيران، وهو أمر نلاحظه بقوة في الآونة الأخيرة. لافت للنظر بأن إيران تواجه تحديات كبيرة، سواء على المستوى الداخلي وحجم التظاهرات والدعوات للإضراب والدعوات للاعتصامات من قبل الطلاب، أو على مستوى أيضا الاستراتيجية الخارجية، حينما نرى بأن هناك دول تنادي بضرورة الوقوف أمام التمدد الإيراني، حينما نرى أيضا بأن هناك بعض من هذه الدول تناشد المجتمع الدولي بضرورة التصدي لما تود إيران الإقدام عليه، والذي يتمثل في السلاح النووي الإيراني.